مساء الخير محمد، وبداية لو تطلعنا على الجديد في أزمة الكهرباء في السودان. في الواقع أن قطاع الكهرباء منذ زمن ليست بالقريب يعاني من نقص كبير، لكن هناك متغيرات أثرت في هذه الكهرباء، وبالإشارة إلى أن الاستقرار السياسي لديه ارتباط بالاستقرار الاقتصادي، وكذلك نتيجة للاستقرار عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد، أيضا هناك انعكاسات كبيرة على هذا المجال. يمكن أخيرا منذ أن بدأت الحرب يوم السبت الماضي بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني، يعني ونتيجة لذلك هذه الحرب انقطع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، ونتيجة لذلك تفاقمت معاناة المواطنين المعيشية، باعتبار أن الكهرباء هي الأساس لحياة الإنسان، ويرتبط هذا القطاع الكهربائي، توفر هذا القطاع لديه أيضا ارتباط بتوفر المياه، وبالتالي منذ أن انقطعت الكهرباء طيلة ال7 أيام الماضية، يعني المواطنون ظلوا يشكون من صعوبات في الحياة، خصوصا وأن الشهر الماضي أو الشهر هو كان شهر رمضان المعظم، وبالتالي كانت الحوجة كبيرة لهذه هذا القطاع الحيوي، وبالتالي أيضا هذا القطاع يعني الكهربائي وتأثره في الأيام الماضية على عدد من الأحياء، حيث يعني هناك عدد كبير من المواطنين شكوا من هذا الانقطاع بسبب هذه الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، حيث أيضا هناك معاناة أيضا على أصعدة المستشفيات، حيث عدد من المستشفيات كانت قد شهدت انقطاع للتيار الكهربائي، وهذا الأمر أيضا انعكس على المرضى الذين يتواجدون هناك، ومع ذلك وهذا هو الأمر الأكثر حساسية أيضا، محمد، كان له أيضا انعكاس مباشر على تلك هذه الأزمة. بالفعل كما تتحدث، هذا هو القطاع الأكثر حساسية، القطاع الصحي، وربما يستطيع المواطن العادي التصرف بدون كهرباء لبضعة أيام، لكن عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات والمرضى الذين يجب أن يستخدموا بعض الأجهزة الطبية الخاصة، فهذه مشكلة كبيرة جدا. كيف واجه القطاع الصحي هذه الأزمة؟ هل هناك مولدات مثلا يمكن أن تعمل؟ وهل رصدتم يعني وجود حلول أخرى لإنقاذ القطاع الصحي؟ وفي الواقع هناك مولدات متوفرة في كل المستشفيات، بل في كل المؤسسات أيضا، لكن هذه المولدات أيضا هناك صعوبة في الحصول على الوقود، وبالتالي أيضا هذا الأمر يعني تزامن انقطاعه مع انقطاع التيار الكهربائي. إضافة إلى ذلك أيضا هناك العديد من المراكز التجارية هي تعتمد أيضا على هذا القطاع، وبجانب ذلك أيضا هناك ارتباط شبكة الإنترنت هي أيضا لديها يعني انعكاس، يعني مجرد انقطاع التيار الكهربائي أيضا شبكة الإنترنت تتأثر بصورة مباشرة، إذن هذا القطاع يعني متسلسل، يدخل في كذا يعني كذا شيء من الأشياء الضرورية هنا في السودان. هذا القطاع هو يعني تأثر كثيرا، وتحديدا عدد كبير من المستشفيات، هناك كما أسلفت هناك أجهزة طبية يعني مهم يعني تعمل بالقطاع الكهربائي، وهناك العديد من المجالات الطبية تعتمد على هذا القطاع، وبالتالي كانت هناك معاناة كبيرة في المستشفيات، خصوصا وأن هناك مرض أصحاب أمراض مزمنة، وأيضا هناك مرضى يستخدمون يعني أو في مرحلة الإنعاش، وبالتالي هذا الأمر يعني كان يعني انعكس بصورة
صعبة جدا على حياة المواطنين أو المرضى. إلى جانب ذلك أن المواطنين تأثروا بصورة مباشرة مع انقطاع هذا التيار الكهربائي، ونتيجة لذلك نتيجة لذلك كانت هناك توترات وكانت هناك اضطرابات، وربما كانت هناك يعني كان هناك استهداف لهذه هذا القطاع من قبل ميليشيا الدعم السريع. في عدد من الأحياء كانت ميليشيا الدعم السريع قد استهدفت عدد من الأعمدة الكهربائية وعدد من الأجهزة الكهربائية التي تمد الأحياء بالقطاع الكهربائي، وبالتالي أيضا هذا الأمر فاقم من معاناة المواطنين المعيشية التي يعني ألقت بظلال سالبة. هناك يعني مرضى في المستشفيات يعانون ظروف بالغة نعم التعقيد، وهناك يعني عدد كبير أيضا من المواطنين الذين يقطنون في الأحياء من كبار السن، أيضا انعكس عليهم هذا القطاع بصورة انعكست عليهم انقطع انعكس عليهم قطاع الكهرباء بصورة نعم صعبة جدا. طيب محمد، هناك مشكلات متعددة طبعا بسبب الاشتباكات الحاصلة حاليا بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع. لدينا قطع للطرق ربما أثرت على حركة التجارة، نقص شديد في السلع. كيف يتمكن المواطن السوداني في الحصول على السلع الأساسية؟ وربما نريد أن نعرف منك ما هي التفاعلات أو ربما الجهود التي يقوم بها المجتمع المدني لمحاولة المساعدة في هذا الأمر. هو في الواقع يعني كان هناك تأثير كبير جدا على المواطن بسبب التوترات في البلاد خصوصا، وأن المراكز التجارية هي في الأصل شبه يعني مغلقة، وحتى إن كانت هناك مراكز ستفتح أبوابها لساعات من الزمن مجرد يعني سماع صوت دانة أو انفجار أو صوت رصاص يغلق التاجر أبوابه، وبالتالي العديد من المواطنين شكوا من هذه الأمر من هذا الأمر. وهناك عدد من التجار أيضا عندما يفتحون أبوابهم أيضا يعني يكون الإقبال عليهم كثير، باعتبار أن معظم المراكز التجارية كانت مغلقة في الأيام الماضية، وبالتالي أيضا هناك عدد من المواطنين لم يتمكنوا من الذهاب إلى المراكز التجارية باعتبار أن الأوضاع خارج السيطرة. إضافة إلى ذلك انقطاع الطرق وإغلاقها هي أيضا نتيجة لهذه الحرب بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني، ونتيجة لذلك انقطعت الحركة والحياة كانت في الخرطوم كانت شبه معدومة. أضيف إلى ذلك أن هناك يعني عدد من المواطنين أو يعملون في مهن هامشية توقفت حياتهم بالكامل باعتبار أن الأوضاع خارج السيطرة. هناك يعني اعتصام لكل المواطنين داخل منازلهم نتيجة لهذه الاضطرابات الأمنية التي انعكست عليهم. وإضافة إلى ذلك أن هذه التوترات وأيضا هناك الاعتصام أثر على هؤلاء الفئة التي يعني في السودان ربما تكون هي فئة كبيرة، خاصة وأنهم يعملون في مهن هامشية، وبالتالي ازدادت ظروفهم الاقتصادية سوءا، وبالتالي لجأوا أيضا إلى خيارات بديلة. البعض منهم يعني هاجر من الخرطوم ذهب إلى مكان آمن، وكما نتابع أن هناك أعداد كبيرة من المواطنين الذين يقطنون في الخرطوم وتأثروا بهذه الحرب بين الجيش وميليشيا الدعم السريع هربوا إلى عدد من المدن المجاورة، وأكثر المدن أو الولايات التي كانت يعني قد لجأ إليها الكثير من المواطنين الذين يقطنون الخرطوم هي ولاية الجزيرة حيث فر العديد منهم، تلي ذلك أيضا ولاية النيل الأبيض وهي ولاية
قريبة أيضا من الخرطوم، إضافة إلى ولاية نهر النيل وعدد من الولايات. على الرغم من ذلك أن هذه الولايات توجد بها أيضا ميليشيا متسللة من الدعم السريع، تمارس عملية النهب والسرقات في الشوارع، لكن الخيار الهروب يفضلون خيار الهروب بدلا من خيار جحيم الحرب الذي شرد الكثير من المواطنين نعم وانعكس على حياة الكثير من المواطنين. التجار أيضا يشكون من انعدام هذه السلع أو يشكون من عدم تمكنهم من الذهاب إلى المراكز التي يتناولون منها السلع. وأيضا هذا الأمر يعني كان يعني انعكاسه سالب على حياة المواطنين، وكانت الأوضاع في الأيام الماضية قاسية جدا. نعم شكرا جزيلا لوجودك معنا محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية في الخرطوم.